انطباع ان الحمل مشكل بيخلي ان الاعراض عند الانثى قويه جدا، وان كميه مشاعر بتحصل كتيره جدا ملهاش اي علاقه بالحمل اصلا، هي علاقه بحياتك انت في بيوتك. الحمل طبيعي، الحمل مفيش حاجه، اضطرابك ده اضطرابك انت، مش اضطراب الحمل. الهويه الانثويه هي جزء اساس، او هي الاساس في رحلتنا مع الحمل الممتع. اختياركم ان تحترموا الهويه الانثويه ده اساس الاتزان واساس لحمل مريح وممتع. الانثى عندها قدره عاليه جدا على المرح والانبساط والانسجام، وبالتالي اي حاجه بتحصل اثناء الحمل هي تجربه بتعيشها في اللحظه، وبالتالي التجربه دي بتنقل البيبي بتاعنا في اللحظه ويعيش بيها وتاذيه نفسيا وتاذيه جسديا كمان. لقاء الحمل من اللقاءات الاسبوعيه اللي بالنسبه لي في غايه الاهميه، لان هذا البرنامج هو نقله كبيره جدا لحضراتكم، سواء اللي منكم حامل او منكم مش حامل، ان حضراتكم سيدات فضليات وغالبا هتخوضوا التجربه دي او بتساعدوا ناس بيخوضوا التجربه دي، فتقدروا يكون لكم تاثير ايجابي جدا 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 على نفسكم وعلى اللي حواليكم.